صباح الخير واهلا بحضراتكم في جوله جديده في الصحافه اليوم. العالم كله بيتابع تصريحات المرشح المحتمل لرئاسه الولايات المتحده دونالد ترامب، واللي اختتمها بتصريحه المثير للجدل عن ضروره منع المسلمين من دخول الولايات المتحده الامريكيه. مش بس المسلمين اللي بيجوا يزوروا الولايات المتحده الامريكيه، لا كمان بيتكلم عن المسلمين اللي هم أصولهم أو مش أصولهم أو اللي هم ليهم جنسيات من أمريكا، كل ده لازم يتمنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية حسب تصريحه. الموضوع ده عمل موجة غضب عنيفة جدا في واشنطن ووسائل الإعلام، وهجموه والأمم المتحدة انتقدته والبيت الأبيض قال إنه غير مؤهل للرئاسة. حماقات ترامب واضح إنها هتقضي عليه قبل أي حاجة تانية وقبل أي منافسة وسباق تاني، لأنه كان من المفترض يزور إسرائيل على سبيل المثال، ولكنه أجل الزيارة لحد ما يكون رئيس الولايات المتحدة، وده حسب تعبيره وحسب طموحاته. ولكن الترجيحات بقى بتقول إنه إسرائيل رفضت إنها تستقبله بعد التصريحات دي علشان ما تتعرضش هي للحرج في الوقت ده. بريطانيا أكثر من 4000 مواطن وقعوا فيها على عريضة بتطالب بمنع دخول ترامب من بريطانيا. في بيانات كتير بترد على ترامب وبتنتقده بعنف. فالحقيقة إن الموضوع ده من كتر آثار الجدل، عفوا، هم أكثر من 400000 مواطن في بريطانيا وقعوا على العريضة اللي بتطالب بمنع دخول ترامب. يعني في ظل العالم كله هو بيتكلم عن وازاي انه الاسلام مش هو السبب، وازاي انه لابد من الفصل بين الاسلام وبين الارهابيين، وفي ظل انه الولايات المتحدة دايما بتتحدث عن انه ازاي الكل سواسية من مواطنين وغير مواطنين حتى لو كانوا لاجئين، يعني كان الكلام حتى عن انه اللاجئين نفسهم ليهم حقوق، وانه ازاي ما ينفعش، يعني شوفنا ازاي انه مادلين اولبرايت وزيره الخارجيه في عهد الرئيس الامريكي بيل كلينتون كانت بتتكلم على انه ازاي كل شخص له حق، حتى السوريين اللي بيحاولوا ان هم يلجأوا الى الولايات المتحده كانت بتحذر من عدم استخدام فكره الاسلام كفزاعه. في كل ده يخرج علينا شخص بيسعى لانه يكون رئيس، بقى بيحسس المواطنين في الولايات المتحده وكانه بيقول تصريحات عشان تعمل جدل وعشان الناس تقعد تتكلم عنها بدون اي منطق. تحدث عن ضروره منع المسلمين وان هم يدخلوا في الولايات المتحده. عموما كل ده بيورينا ان احنا ازاي قدام مرحله جديده من معاداه الاسلام والمسلمين لو حصل انه شخص زي دونالد ترامب بالفعل فاز وبقى رئيس للولايات المتحده الامريكيه. خلونا نبدا كمان حلقتنا بان احنا نشوف العناوين في الصحافه بتتكلم عن ايه. يكون معانا دلوقتي زميلنا محمود المملوك مدير تحرير اليوم السابع يقرا معانا الجرايد. خلوني اقول لكم العناوين ويدخل معانا محمود يقرا لنا اللي لفت نظره من عناوين. خلونا نبدا بالمصري اليوم. المصري اليوم انطلاقه اقتصاديه جديده مع السعوديه، وكمان البدء في تنفيذ استثمارات بقيمه 10 مليار دولار وتفعيل اعلان القاهره. الرئيس السيسي بيقول النظام اكتمل، والتضامن تفك وديعه للتامينات ب 100 مليون دولار وتحولها للجنيه. ترابين في تل أبيب مقابل تحرير سجناء مصريين، والخبر ده هنقف عنده بعد شوية. وكمان الداخلية تطالب 160 ألف شخص بتجديد تراخيص السلاح. في جريدة الأهرام دفعة قوية للعلاقات الثنائية في ختام زيارة الرئيس لليونان، ده في جريدة الأهرام. كمان مصر حصن منيع ضد الإرهاب، وسنعمل على دعم علاقتنا أو علاقتها مع أوروبا. السيسي استطاع تغيير المواقف السلبية من قبرص بمنظمة التعاون الإسلامي، ده حوار للرئيس القبرصي مع رئيس تحرير جريدة الأهرام. في جريدة الوطن
في جريدة الوطن. السيسي لبرلمان اليونان: مجلس نواب مصر سينعقد أواخر ديسمبر، والنائب العام يحيل 4 ضباط وخمس أمناء إلى الجنايات في مقتل ضحايا القوات المسلحة تدشن أول غواصة مصرية، وأول غواصة مصرية لأنها أول غواصة يعني بتكون موجودة في الأسطول المصري، هي بصناعة ألمانية. كمان إسماعيل يبحث توزيع السلع بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومدرس يعاقب طالباته والعصاية ب5 جنيه، ده في جريدة الوطن. جريدة الشروق: الشروق تكشف، التحكيم أقر تغريم مليار و700 مليون دولار لصالح إسرائيل منذ شهور، ورئيس يختتم زيارة اليونان، ونائب وفد يكشف الأمن الوطني يطلب من النواب الانضمام لدعم الدولة، ورباعي الحوار التونسي يتسلم جائزة نوبل للسلام، وكمان وزير النقل: وضع السكة الحديد مخزي وطريقة الصيانة متخلفة، والتعليم بيقول تطوير مواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة. اليوم السابع بقى آخر حاجة: للمرة الأولى خطة الإخوان لاغتيال الشخصيات العامة في وثائق النيابة، وكمان إحياء التنظيم المسلح وإعادة هيكلة اللجان النوعية، وسقوط رسائل القيادات المسجونة في يد الأمن بعد تفتيش الأقارب، ضربة جديدة لإئتلاف دعم الدولة في البرلمان، سيسي يلقي خطاب النواب في أول أيام 2016، والحكومة تشكل لجنة للتواصل مع المستثمرين، وفشل استرداد الأموال المهربة. وزير العدل بيقول: العالم يقدم لنا حججا وهي: ولم نظفر حتى الآن بتعويض ولو جزء ضئيل مما تم إنفاقه في هذا المجال. خلوني بقى نروح لمحمود مملوك زميلنا مدير تحرير اليوم السابع. صباح الخير يا محمود. صباح الخير يا سارة، صباح الخير على كل المشاهدين. انا عايزه الحقيقه، انا عارفه انه مش عايزه افرض عليك اختياراتك في الاخبار، ولكن عايزه ابدا معاك من موضوع فشل استرداد الاموال المنهوبه، لانه دي اللجنه التاسعه اللي كان تم الاعلان مؤخرا عن تشكيلها، وكان تم الاعلان عن انه تم صرف 67 مليون جنيه على اللجان السابقه، او انها صرفت هذا المبلغ ولم يتم استرداد اي جنيه. هل هذا المبلغ واللي تم اهداره يخلينا ان احنا نضوع خالص ونبطل نفكر فيه؟ خليني اقول لك ان انا يعني بحكم عملي في الملف القضائي تابعت الازمه دي من يعني 11 فبراير 2011 بعد سقوط مبارك، وبدات فكره استعاده الامل المهربه. كان اغلب الوقت الحاجات بتشتغل بشكل تطوعي، بشكل عشوائي، مطالبات من المدعين بالحق المدني وقتها، من بعض المحامين، تشكيل لجان شعبيه. الدوله وقتها ما كانش، مش عايز اقول عايزه ترجع، او ما كانش جاده في القصه، كان بيتم فيها مخاطبات شبه يعني روتينيه لانظمه سويسرا وعدد من الدول. الغريب والجديد في المفاجاه ان بعض اجهزه الدوله زي وزاره مثلا العدل وزي النائب العام استعانت ببعض المكاتب الخارجيه الاجنبيه عشان تقوم بهذه المهمه، ودفع فلوس كتير قوي، لكن واضح ان المكاتب دي كانت بتشتغل بشكل من غرض المال، مش بشكل جد اكتر، خاصه لما قارن ده باللي حصل في تونس. تونس قدرت بشكل جد ترجع جزء كبير من اموال زين العابدين بن علي في الوقت اللي فشلت فيه مصر. الاسباب منها مثلا ان احنا تاخرنا في ارسال احكام نهائيه على انظمه نظام مبارك للدول الخارجيه ولسويسرا تحديدا عشان نقدر نسترد جزء منها. حصل مشاكل في مصر، منها الازمه الخاصه باحصار المحكمه الدستوريه، وده اثر طبعا على ظروفنا في الخارج وعدم احترام القانون. عندنا مشاكل فيما يتعلق ان مفيش مسؤول كبير بادر بنفسه زار هذه الدول. طيب مع كل الحاجات دي يا محمود، هل خلاص يتم اسقاط هذا الملف تماما بقى ولا ايه؟ يعني المفروض هو مش هنسقطه، لكن في خطوات بتتم، بس خطوات خليني اقول بطيئه، خطوات مش شايفها على مستوى حقيقي مهمه. يعني بدل كلام سياده المستشار احمد الزين وزير العدل في المنتدى ده، انا كنت اتصور يعني ان هو يسافر على راس وفد مهم، يقعد مع اجهزه الدوله دي او مع وزرائه من سويسرا والدول المهمه اللي فيها كميه كبيره من اموال النظام السابق في الخارج، ويشوف ايه المطلوب بشكل جد عشان ننهي الملف ده. مش معقول بعد 4 سنين دول تانية قدرت ترجع فلوس واحنا مش عارفين نرجع فلوس.
نكتفي بوفود ولجان ومحامين اجانب ومكاتب خارجيه بتاخد فلوس من الدوله المصريه وفي الاخر مفيش اي حاجه بتحصل. الكلام كتير وبنسمعه طول الوقت من مسؤولين لكن مفيش اي تحرك جاد، تحرك حقيقي على الارض في نقط واضحه يقول لنا الناس دي مشكلتها كذا واحنا عملنا كذا وهنسوي كذا. مفيش حد بيشرح للراي العام ايه اللي بيحصل في الملف ده. هي بالمناسبه انه كمان تونس عندها اليومين دول مؤتمر لاسترداد الاموال المنهوبه، ومصر من الدول المشاركه في هذا المؤتمر، يعني نتمنى انه بيتم التوصل الى اي نتائج او اي حلول لهذا الموضوع. خليني اخدك بقى للعناوين في باقي الصحف وقول لي ايه اللي لفت نظرك. خلينا نبدا من الاهرام. الاهرام بتقول في الصفحه الاولى ان الخارجيه طلعت بيان رسمي النهارده بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان، بتقول فيه ان حقوق الانسان ركيزه اساسيه في الحركات المصريه. ده جزء من ازمه المؤسسات في مصر انها بتخاطب الخارج طوال الوقت بكلام نمطي، كلام رنان، لكن الحقيقه ان الوضع في الارض والوضع داخليا بيرد على هذه البيانات بشكل واضح. عندنا لا يزال عدد كبير من سجناء الراي، لا يزال عندنا بعض انتهاكات لحقوق الانسان، عندنا مشاكل في سجن العرب وازمه من كل اهالي المعتقلين السياسيين هناك بيتكلموا عنها وبيبعتوا المنظمات الحقوقيه بيانات للخارج وبيطلعوا ادانات بشكل واضح وصريح بتكذب فعليا يعني البيان الخاص بوزاره الخارجيه اللي هو يعني بيخاطب الخارج في شكل روتيني شكل نمطي بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان. خلينا نروح من الاهرام للمصري اليوم مثلا نتكلم عن طرابين وصفقه الافراج عن طرابين مقابل تحرير سجناء مصريين. لا شك عندي وعند اي حد ان الدوله بتعمل بشكل اساسي لجهدها ولمصلحه الدوله العليا. طرابين انهى عقوبته القانونيه المقرره له 15 عام من 2000 حتى 2015 وهو خلص المده. الصفقه تمت مقابل افراج عن سجناء مصريين، سجناء مصريين عاده يا اما دخلوا اسرائيل بشكل غير شرعي بشكل غير قانوني يا اما كان على الحدود بيتاجروا في انشطه غير قانونيه زي المخدرات او تهريب اللاجئين او خلافه. لكن محتاجين نعرف هل الموضوع ده ليه علاقه بحكم الغاز مثلا؟ اسئله من هي بره السياق ان الناس تسالها بالدور في الوسط السياسي وسط الراي العام. هل الموضوع ده فيه اشكال اخرى بخلاف صفقه التبادل عن السجناء؟ هل في اشياء من مزايا عسكريه من ضغوط حوالين ملف الغاز او خلافه؟ ده اللي محتاجين نفهمه وده اللي بيربطنا بمنشطة الشروق اللي بتكشف فيه ان حكم التحكيم ده صادر من السنه اللي فاتت مش حكم جديد، وان السنه اللي فاتت الموضوع كان في شكل سري وكان في مفاوضات خلال الشهور الاخيره يتعلق ب ان اسرائيل بتطلب من مصر يعني انها تزودها بالغاز اللي هيستخرج من الحقل الجديد الحقل البحري الجديد وانها بتتفاوض على ده. ولما المفاوضات فشلت تم اعلان الخبر على وسائل الاعلام في اطار حمله للضغط على مصر عشان تدفع واما تتنازل وتمضي عقود جديده مع اسرائيل فيما يتعلق بالحقل الجديد. هنروح من الشروق للوطن ونشوف فيتشر في الصفحه الاولى في الاخر حوالين مدرس بيعاقب طالباته انه بيضرب الطلاب العصايه ب5 جنيه يا اما تدفع 5 جنيه عشان ما تتدربش يا اما تتدرب في عز البرد، وكان يعني الموضوع جدايه وكان وزير التعليم يعني ساكت على الموضوع. هو الحقيقه المزعج في الخبر ده ان المساله متكرره بس باشكال مختلفه، يعني في دلوقتي بنشوف في تجويد ويعني ابداع وابتكار في مساله الضرب للطلبه. بالظبط، يعني اللي هو ايه يعني انا هضرب او هاخد فلوس، لو هطلع باي مصلحه يعني. والمدرس ده مش فاهم جات له الفكره دي منين وازاي قدر بكل هذا الجبروت وان هو ضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل اللوائح المدرسيه وخلافه، واللي خلى ان ولي امر بيشتكي رسميا ويقول ان ده اتكرر اكثر من مره وان هو في يوم واحد خد 20 جنيه من بنتي. يعني لما من مدرس ياخد من طالبه 21 جنيه امال الفصل بقى بياخد بكام؟ بيطلع بكام؟ ده بخلاف طبعا كل وخلي بالك بقى يا محمود دلوقتي وزاره التربيه والتعليم بتتكلم على انها عايزه تلغي مراكز الدروس الخصوصيه، فيعني هيعملوا ايه بقى؟ يعني بيحاول يشوف اي موقف ثاني في الملف ده يطلع منه باي فلوس يعني. عايز بس ارجع كمان للشروق في حته مهمه جدا ومن ضمن الاخبار الرئيسيه في الصفحه الاولى، وهو الامن الوطني بيكشف النائب وردي بيكشف ان الامن الوطني بيطلب من النواب الانضمام لدعم الدوله. في تصوري ده يعني تصعيد غير مسبوق
ما شفناهوش من اجهزه الامن في اي تحرك سياسي قبل ثورتين 25 يناير 30/6. كان نسمع عن دور سياسي الامن الدوله يعني، بس يظل في السر، يظل في الكتمان، لم يخرج للنور ابدا. لكن فكره ان الرسائل تيجي للنواب بتحسهم وتطلب منهم صراحه دعم ائتلاف اغلبيه في البرلمان، يعني ده شيء جديد بصراحه. يعني ده يكرس من الاصوات اللي بتقول ان البرلمان القادم ده هيبقى يعني في شكل شبه موافقه وتأييد ودعم للدوله فقط، غير مسموح بيه باي شكل من اشكال المعارضه. اللي دفع احد نواب يعني حزب ليبرالي معارض وهو الوفد ان هو يكشف صراحه على القصه دي وانتقد انضمام حزبه لهذا الائتلاف. نعم محمود. محمود المملوك مدير تحرير اليوم السابع، انا عايز اشكرك على هذه الجوله السريعه في عناوين صحافه يوم الجمعه. عايزه اسيب حضراتكم مع الفيديو ده، هو فيديو بمجهود شخصي، بمجهود شعبي او مجهود افراد، ولكنه حقيقي فيديو دعائي. مش عايزه اقول لكم عليه، عايزاكم تشوفوه بشكل افضل. وصورها على هاشتاج This is Egypt، وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها.